نتوجه إلى الجلسة الحوارية، ويسعدني أن يشارك في هذه الجلسة بالإضافة إلى الدكتور أحمد مصيرات المنسق العام لجلسة دبي للأداء الحكومي المتميز، الأستاذ هزاع خلفان العيني مدير أول مبادرات التميز الحكومي في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، فليتفضل يرافقه الدكتور زياد الكحيوت مستشار جودة وتميز لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والمهندس أسامة حماد استشاري أول جودة وتميز لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، كما أدعو المهندس صلاح المري لإدارة هذه الجلسة. دكتور جزاك الله خير، في بداية الحديث تكلمت عن البرنامج وأهميته وتاريخه وهي الأمور كلها، ولمست عدة أمور كانت في البدايات فرص تحسينية وتطورت لما وصلنا إليها حاليا من خلال 18 سنة عمل ما شاء الله، وإن شاء الله الإصدار القادم جاي إن شاء الله. من خلال ممارسات هيئة الصحة لبرنامج البلد تكون متميز وسعيها في المشاركة على كافة الجهات، وسعيها كذلك على تقديم الملفات ذات المستوى العالي للحصول على التميز ورفع مستوى العمل المؤسسي داخلها، وكذلك لتعزيز صورة هيئة الصحة بدبي. وردت لدينا بعض الأسئلة واللي نحن نشوفها صراحة تصب في صميم عمل هيئة الصحة، كوننا هي لها خصوصية في إدارة مجالها اللي هو من خلال تقديم وممارسات الطب والرعاية الصحية. فكان أول سؤال عندنا دكتور بارك الله عمرك والإجابة من قبلك ومن قبل الفريق المصاحب. تسألني وأنا بحاول. على راحة دكتور، أنت تشوفها طريقة. فكان السؤال الأول وأنا بشير كالتالي. وضع هيئة الصحة خاص من ناحية الدرجات الوظيفية وبالأخص للوظائف الطبية، من كثير عندنا جراحين واستشاريين يعملون في هيئة الصحة، حيث أن معظم هذه التخصصات لها طبيعة خاصة من ناحية الدرجات الوظيفية، معظمهم دكتور وصلوا لدرجة 16 في الوظائف التخصصية، علما بأن بعضها تعتبر تخصصات نادرة سواء على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي اللي هم الجراحين والاستشاريين. ولكن طبيعة الدرجات الوظيفية هذه تعد عائق للمشاركة في الجائزة في فئات التميز الوظيفي بسبب درجات الوظيفية وصلوا الأقصى دكتور في 15. ما مدى إمكانية مشاركة هذه الفئة في البرنامج الذي يقتصر المشاركة به على من دون الدرجة 15؟ أول شيء حقيقة أنا أبغي إنه وزارة الصحة وغيرها من الدوائر ما تبرز خلف فكر إنه إحنا عندنا طبيعة عمل خاصة. كل دائرة من الدوائر الحكومية لها طبيعة عمل خاصة. الآن الوظائف المتخصصة، زين إنه أنتوا نبهتونا أول مرة يطرح علينا الوضع المتخصص بالإخوان الأخصائيين والمستشارين إنه درجاتهم تمنعهم من المشاركة في بعض الأحيان. لماذا سوينا إنه 16 فما فوق ما يشارك؟ أول شيء يا جماعة في السلم الحكومي 16 معناته وصل أعلى مراتب الوظيفة الحكومية ضمن الجدول هذا. اللي يتكرم عندنا ياخذ مكافأة مالية ويحصل ترقية للدرجة الثانية، 16 ما في ترقية، والترقية الحين هذه فئة خاصة، فئة الوظائف المتخصصة. أنا أعتقد إحنا بعد ما نروح من هذا الاجتماع راح نجلس مع بعضنا كفريق ونشوف فئة الوظائف المتخصصة نخلي إنه باب الترشيح لها بغض النظر عن الدرجة الوظيفية، بس نشترط كمان إنه ما يطالب دائرته ويسوي له مشاكل إنه مشان يترقى، لأنه ترقية هاي لها شروط ومتطلبات خاصة. هذا إن شاء الله شيء بسيط وإحنا قادرين على. أشكر. هذه المبادرة صدى كبير في ترسيخ ثقافة التميز ونشر هذه المستويات أعمق في الجهات الحكومية. كان لي شرف يعني المساهمة في إطلاق المبادرة والمرور على الجهات الحكومية جهة جهة، يعني كان المشاركين في البرنامج في ذاك الوقت 26 جهة حكومية مرينا عليهم بالكامل،
فسمعنا الفيدباك كان من احد التغذية الراجعة او الاراء اللي سمعناها انه كان لاطلاق مبادرة التقييم الذاتي اثر كبير يكاد يقارب اثر اطلاق البرنامج في 1997. يعني اطلاق مبادرة التقييم الذاتي كان لها اثر كبير في اشتراك عدد اكبر من المشاركين في الدوائر الحكومية، لانه زي ما تفضل الدكتور احمد وسعادة المهندس هيثم الدور انه الانجازات اللي تحققت في دبي وفي حكومة دبي كبيرة وكثيرة، ولكن ايضا في موضوع ترسيخ ثقافة التميز في الجهات الحكومية قبل التقييم الذاتي كان مرهون بمجموعة من الموظفين المعنيين بالموضوع في بعض الجهات الحكومية، أتحدث وليس للغالب، ويتوقف عند هذا الحد، لا يتغلغل موضوع التميز والاهتمام به وثقافته إلى كافة المستويات. فأول فوائد التقييم الذاتي للتميز الحكومي هو انتشار ثقافة التميز والاهتمام بالتميز والمشاركة في تحقيق التميز إلى كافة المستويات التنظيمية داخل الجهة الحكومية. لا يكون فقط الموضوع معني بفريق التميز وفريق التطوير الاستراتيجي أو فريق التطوير الأداء المؤسسي، بل تنتقل هذه العدوى الإيجابية، هذه الروح والثقافة إلى أعداد أكبر، لأنه يشارك باختصار هنا قدم ما هو التقييم الذاتي، أن تقوم الجهة الحكومية المتميزة بتشكيل فريق ذاتياً داخلياً من أبنائها من العاملين وتمكين هذا الفريق، ثم هذا الفريق يقوم بتخطيط وتنفيذ عمليات للتقييم الذاتي وفقاً لمعايير برنامج دبي الأداء الحكومي المتميز، ثم تطوير خطة للتحسين والتطوير بناء على مخرجات عملية التقييم ومتابعة هذا الموضوع. فكان هذا الموضوع لأنه ينفذ من قبل الجهة الحكومية بواسطة أبنائها فعلا، زي ما يعني قلت لكم انه في بدايه الاطلاق المبادره لما رحنا للجهات الحكوميه كنت اشوف فعلا لمعه في عيون المشاركين من الموظفين اللي كانوا خارج ادارات التميز والفرق التطوير، وهذه اللمعه والشعور بالانتماء والشعور بالانجاز انه هو يشارك في تميز دائرته، هذه الروح اوجدها الاهتمام بالتقييم الذاتي. ايضا من خلال المشاركه في فرق التقييم الذاتي والمشاركه في فرق التطوير والتحسين الناتج عن التقييم الذاتي تزيد مستوى الباي ان او الاهتمام بالتطوير والتحسين، لانه لم ياتي من مقيمين من الخارج مثل ما انا انتظر المقيمين او المتفقين يجوا من خارج الجهه واستمع الى فرص التحسين لديهم، يكون فرص التحسين نابعه من مقيمين داخليين ادرى اهل مكه ادرى بشعابها، عارفين بالمشكله وعارفين كيف تنحل وعارفين كيف انه ممكن اوجد لها فرص التحسين. فهذا ايضا جانب اوجدته هذه المبادره اللي هي المشاركه الاكبر والقدره على ايجاد حلول اعمق ووجود فرصه اكبر لاكتشاف المشاكل ان وجدت، او فرص تحسين زي ما احنا بنحب نسميها، ما بنسميها مشاكل نسميها فرص للتحسين. هذه من فوائد المبادرة لمبادرة التقييم الذاتي.